وصلت عوايد محمد وسلطان بمرخان، الخمسمائة متر الاخيرة، الامتار الاخيرة، الشرود على المركز الاول على الصدارة الاولى، فاضل بن سيف بن مبارك المزروعي يتقدم في المركز الاول، هنا ايضا اللي هي عوايد محمد وسلطان بمرخان هناك يتقدم الموج الازرق، ولكن الصعب 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 مع عوايد على المركز الاول، عوايد بدأت تغير الصدارة والمركز الاول محمد وسلطان بمرخان، عادت الشرود مرة اخرى ليتقدم شعار بن فاضل، هناك من خلال ايضا يتقدم فاضل بن سيف بن مبارك المزروعي، الله 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 الله، الموج الازرق الموج الازرق الى سويحان الى سويحان، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت في عوايد محمد وسلطان بن مرخان، المركز الثالث كانت ابو حمد سلهود يد العي، الله الله هملوله وصلت ايضا هنا عبد الله بن سهيب محمد بن نصيب ايضا هنالك الدخول، يا سلام حلوه وراعي صوغه وصل راعي النواميس وصلوا اهل الطلايب، يا سلام يا سلام يا سلام، هملوله بن نصيب العفاري يا سلام، والخطوره مع راعي صوغه، الخطوره مع راعي صوغه على المركز الثاني ما شاء الله، تحدي مع حلوه مبارك ومظفر بن محمد العامري وهالي المسعودي، ياما وياما عودا بالسلام، ولكن هملوله 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 العين العملاق العملاق وعملاق، يا حي اللي رافع اسم قبيلته وطاريه، يا حي راعي العلم الطيب، يا مشكور يا مظفر يا بن سعيد، يا بن مظفر يا بن محمد يا بن خموش العامري، ما شاء الله الناموس يا راعي صوغ الناموس. على المركز الاول على الصدارة على القمة على القيادة على الريادة الظبي لعلي بن راشد بصبيعة الكتبية يحقق هذا الانتصار، ان لم يكن للدرعي راي اخر، ان لم يكن للدرعي انطلاق اخر، هذا الفاتن بالمركز الثاني عبد الله بن محمد بن حمد الدرعي، ولكن بصبيعة بصبيعة يطير بالنام موسى يطير بالانجاز يطير بالفوز في اشواط الانتاج في اول اشواط الانتاج هنا في عاصمة الميادين، بانجاز مهم بفوز مستحق باداء كبير، تهانينا لمركز الضبيع علي براشد بالضبيع عليك تبيع على هذا الفوز والانتصار. المركز المركز الثاني القادم هنا بالضبيعة ليتقدم مع الكاسح سعيد بن عبيد بالضبيعة الاكتبية، الثالث هذا مطفي عبد الله بن محمد بن حمد الدرعي القادم مع مطفي، اللحظات الحاسمة هذا هو الدرعي يغير، وايضا ارصد القادم هنا شاهين سيف بن مسفر بن راشد العميمي قادما الى المركز الثالث، ولكن الدرعي بانطلاقة مطفي الذي ياتينا بالامتار الاخير بدا يغلع بدا يطير الى الصداره الى المركز الاول، عبد الله بن محمد بن حمد الدرعي يؤكد حضوره يؤكد انطلاقته القويه في شوطنا الرابع، تهانينا الى عبد الله بن محمد بن حمد الدرعي على انتصار مطفي، بينما في المركز الثاني يذهب الى شاهين سيف. ما شاء الله خيرة خيرة سويدان بن عبيد بن سويدان العامري، وكذلك انضمام انضمام من فخر في ايام الفخر سعيد بن خليفة بن زهرة الخيري مع هذه المفخرة العظمى مع هذه التحديات مع هذه النواميس، الى وين؟ الى ابو ثعلوب، الى وين؟ الى ابو مسلم وسالم بن زعلوب ومسلم اخوانه يستهرون السلامات، يا حي العلم الغانم، يا حي اللي يقول ويفعل، يا حي اللي يسطر الذهب، كفو تنطح كفو كفو ناموس كفو، ما شاء الله. وايضا العويسي ابدع يا ابو حمد وعبيد يا ابو حمد، ما شاء الله عبيد بن حمد العويسي يتابع تهانينا والناموس، وايضا التهنيه لسالم بن ثعلوب والتهنيه لمسلم اخوانه والتهنيه لكافه الدروع على هذا الانجاز. بداية الظبي على المقدمة، الظبي على الصدارة في هذه اللحظات مع المقدمة، الظبي وايضا ايضا في هذه اللحظات احترام محمد بن حميد
محمد بن حمد بن حميد الدرعي، ولكن الظبي 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 مع البداية، الظبي مع الانطلاق في اخر الامتار، في اخر الامتار. سمحة يا سمحة، هزيم بن محمد بن هزيم المسافري يقدم لنا شعاره، وايضا الظبي الظبي وسمحة، سمحة والظبي اخر الامتار، اخر الامتار. سمحة سمحة غيرت مع البداية، هزيم بن محمد بن هزيم المسافري. سلام سلام على هذا الفوز، سلام السواء، سلام على هذا الفوز والانتصار الكبير. المركز الثاني احضر محمد بن سالم الهاشمي احد شبابنا المضمرين. روح يا ابو سالم، روح روح يا ابو راشد، روح مع المركز الاول. ولكن هنا ايضا القادمه شواهين، فهد بن محمد بن فهد الرزق العجمي يتقدم مع هذا الاداء المتميز من بيشان. يودة في المركز الثالث، سعادة حميد بن سعيد النيادي، ولكن منحاف منحاف على الصدارة، ويودة وايضا شواهين، شواهين بن بيشان بن بيشان، وايضا هناك بن مصر العميمي، العميمي ايضا يبغى يذهب بالسلامات الى دبي، الى دبي. ولكن ايضا بن بيشان احد الضيوف القادمين من المملكة العربية السعودية، القادم بهذه الانطلاقة القوية والعملاقة على الصدارة. على المركز الاول من حافة سيف بن مصر بن راشد العميمي، تهانينا والناموس مشكور. محمد بن سالم الهاشمي المركز الثاني، شواهين وصلت لفهد بن محمد. يضرب بيد من حديد مع الصدارة مع الفوز، الظبي قادمة، ولكن حدث حدث بالإنجازات، حدث بالبطولات. الله عليك النيادي، سعادة أحمد بن سعيد النيادي يقدم حدث، حدث في أكبر حدث، حدث في هذا المهرجان. ولكن بن مرخان النيادي حدث العزرة، العزرة بن مرخان النيادي، ولكن حدث 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 اللحظة الأخيرة. طار النيادي، طار طار النيادي، طار مع الصدارة مع حدث. سلام مغافة، سلام سلام على هذا الفوز. المركز وطار الذهب، وطار الذهب للفوز، طار للانتصار، طار. اقلع بن مرخان الصعب 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 بركاب الصعايب يتقدم في هذه اللحظات من اجل الفوز، من اجل الانتصار في هذا المهرجان الغالي على القلوب، مهرجان جائزة زايد الكبرى. يظهر بن مرخان بالمستوى الرفيع، بالمستوى الكبير، يتقدم الصعب الصعب. يا سلام سلام مرغم، سلام تهانينا لسعيد بن سلطان ابن ايضا على هذا الفوز والانتصار بن مرخان. مشكور يا بدر يا بن علي العويسي على هذا الفوز والانتصار. سلام الى الميك والى انفراد الميك. محمد بن سالم بن محمد بن قماض بن قماض يؤكد في هذا المركاض بحضوره الجميل، بادائه الكبير، بقوه شعاره، بادائه المميز. هذا بن قماض وهذا الميك، والقادم القادم وصل عقاب خليفه بن السهيل بن علي المزروعي يتقدم من الجانب الاخر. هجوم مكثف هنا، وصل جلمود، يا جلمود. سعيد بن حمد بن بهيان العامري يؤكد الفوز، يؤكد الحضور بالنهاية المميزة. تهانينا والناموس لمالك جلمود سعيد بن حمد بن بهيان العامري على هذا الفوز والانتصار. الصدارة ما شاء الله تبارك الرحمن، على دمعة وأداء دمعة. عماد بن غريب بن سعد الجنيبي، الله 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 الله، على دمعة وأداء دمعة الكبير. النيادي قادم، النيادي خطير. اللحظة الأخيرة، اللحظة الكبيرة ما بين
الجنيبي والنيادي، النيادي والجنيبي. يا هي لحظات حرجة حرجة قاتلة، النيادي قادم مع روعة، ولكن دمعة 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 يا الجنيبي دمعة. سلام يا الجنيبي، سلام على ذا الفوز والانتصار. تقدم ايضا من عجاز مخيف بن محمد اليربوعي، المري قادما بهذا الاداء، القادم بهذه اللحظات، وكذلك الوصول ايضا من هدف مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي قادما بن حماد، ولكن الامتار المجنونه هنا الصداره مع طموح غيرت الى المركز الاول. الله 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 يا اللحظات الأخيرة، هذه هي طموح بالمركز الأول، تؤكد هذه الانطلاقة الجميلة وهذه السيمفونية الرائعة. سلام لمال الطموح، راشد بن خليفة بن سعيد بن عنتر الأقفلي الأقفلي، سلام اللبسة، سلام على هذا الأداء الممتاز. المركز الثاني شوق، لا مبعد ولا بق، لا بق ومبعد، الجنيبي لا زال مسيطر، لكن هنا ايضا يتدخل مياس لعبد الله بن مبارك بن قران المنصوري، وحزام قادم لعلي بن حموده بن علي الظاهري. الله 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 على الامتار الاخير، الامتار النهائي، حزام الشعار الاقتصادي، الشعار الاقتصادي مع حزام علي بن حمودة بن علي الظاهري. سلام يا راعي لبيب، هنيا لك يا ابو حمودة، تهانينا لعلي بن حمودة بن علي الظاهري. مشكور يا راشد يا العمري اللي تابعه في التضمير. هكذا مشاهدينا الاعزاء يصل الى خط النهاية وينتزع الفوز والانتصار. بن يحيى بن سالم المحرمي هتاف، ما بين بن كداس ما بين المحرمي، لحظات خطيرة، غيث قادم علي بن حمودة بن علي الظاهري. الله يا هذه المعركة، الله يا هذا الصراع، بن حمودة بن حمودة يقدم لنا غيث 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 غيث، وهتاف هتاف وغيث، ولكن اللحظات الأخيرة. الله يا ابن حمودة، الله يا مالك غيث، علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظهري. الله على الظهري وشعاره، الله على غيث وانجازاته. سلام يا الظهري، سلام سلام يا مالك غيث على قابض في الابطال. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، 500 متر الاخيرة والانفراد كل عن بقية المشاركين. هذا هو الابداع، هذا هو الابداع واللفلة، هذا هو الفوز الانيق والمميز مع الاداء الكبير بكل اريحية بكل اريحية. من روحت ما تباهن، من روحت ما تباهن، هي على المقدمة، هي على الصدارة، حتى بدأت تقترب من خط النهاية معلنة الفوز والانتصار. هذه اللي ما تستاهل العصا، العصا لمن عصى، وهذه ما عصت، هذه راحت الى المركز الاول. تهانينا والناموس لمالك غادة صالح بن محمد بن سالمين العامري على هذا الفوز والانتصار. يقدم العرض الكبير، يقدم العرض الخطير مع شعاره الخطير والكبير في اخر الامتار. عبيد بن غدير الوهيبي يتابعها ويراقبها، ولكن الهبيبة مبارك بن محمد بن نشيرة العامري بدأ في الوصول، بدأ في الحضور. مكاسب الهبيبة، الهبيبة ولا مكاسب، ولا مكاسب، ولا مكاسب، مكاسب ما زالت مع البداية. الهبيبة الهبيبة آخر الأمتار، آخر الأمتار، حال
طاير طاير هذا الناموس مع هذا الشعار سلام سعادة احمد بن سعيد النيادي على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني الاهلي.